يلا نخش انا وانت على دوري ابطال اوروبا. شفت الجوله الثانيه ازاي اجماليا؟ يعني اكيد انت بتابع بشكل كبير، عايز اعرف رايك في بدايه البطوله حتى الجوله الاولى والثانيه. شايف في مفاجآت؟ شايف الاسماء الكبيره المرشحه فيها مشاكل، ولا الدنيا ماشيه يعني بمنطق كره القدم على مستوى دوري الابطال؟ لا، دوري ابطال اوروبا ما فيهاش منطق اصلا، يعني ما زالت البطوله طبعا الافضل وما فيهاش منطق. بدليل انا يعني دايما بقول البطوله دي او من ساعه ما بدات السنه دي تحديدا دور المجموعات الجولتين الاولى بسميها علامات استفهام. يعني علامات استفهام مثلا على فريق زي تشيلسي، تشيلسي اللي كان دوري ابطال اوروبا اول امبارح النهارده بيعاني تماما، فريق زي ليفربول بيفوز بالعافيه، فريق زي اليوفنتوس يعني مش ضايع، فريق ضايع، فريق مثلا في المقابل زي نابولي شوف فين، فريق توتنهام وفريق مارسيليا الاثنين في مجموعه واحده، شوف الاثنين سبحان الله مارسيليا المتاخر. مش هتكلم بقى على بايرن وبرشلونه لان في النهايه حد فيهم هيكسب يعني. ريال مدريد شخصيه البطل، يعني ما اقدرش تقول اكتر من كده على شخصيه البطل، لكن فريق مرشح بقوه 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 جدا للفوز حتى من مبكرا بالبطوله دي مانشستر سيتي. لكن علامات الاستفهام تبان اكتر في وجهه نظري عند اليوفنتوس بصراحه. اليوفنتوس طب تعالى نشوف نتائج الجوله الثانيه برضو عشان الساده المشاهدين يتابعوا معانا نتائج الجوله الثانيه من دوري ابطال اوروبا، لان كان فيها بعض المباريات اللي كانت برضو عليها علامات استفهام بالنسبه لفرق كبيره جدا. سبورتنج لشبونه طبعا بيفوز على توتنهام 2-0، اعتقادي ده كمان مفاجاه. هاجي لك للمباريات بالتفصيل. بيلزن بيخسر من الانتر 2-0 نتيجه طبيعيه، ليفربول والفوز بس الفوز بصعوبه صعب على اياكس 2-1، ليفركوزن بيفوز على اتلتيكو مدريد 2-0 وده برضو يعني يعتبر مفاجاه. البايرن على برشلونه كان طبعا نتيجه ما كانتش متوقعه قوي، لكن البايرن بيحسم الامور لصالحه 2-0. انترلخت فرانكفورت والفوز على مارسيليا 1-0 برضو من النتائج اللي كانت عليها مفاجاه كبيره. البورتو وكلوب بروج بيفوز على بورتو 4-0 برضو نتيجه كبيره جدا طبعا بطل دوري البلجيكي على بورتو. والمينا نتيجة طبيعية بفوزه 3-1 على زغرب. خلينا اتكلم معاك على هذه المفاجآت. انت بالنسبة لك يعني انت بالنسبة ده نتيجة طبعا باقي النتائج شختر وسلتك 1-1، تشيلسي 1-1 على مع سالسبورغ، مان سيتي 2-1 على بروسيا دورتموند، يوفنتوس والهزيمة من بنفيكا 2-1، ريال مدريد 2-0 امام لايبزيج، وخساره رينجرز 3-0 من نابولي، والتعادل ما بين اشبيليا وكوبنهاجن. انت كنت بتتكلم على اليوفنتوس، خليني اقول لك، هل اليوفنتوس بيعاني من ايضا البدايه السيئه جدا في الدوري الايطالي بينعكس عليه في دوري الابطال، مع ان احنا بنشوف بعض الفرق يبقى العكس عملتين يعني مختلفتين؟ لا هو عنده وجه واحد لعمله واحده. يوفنتوس وجه واحد، نفس الاداء السيء جدا في الكاليتشو في الدوري الايطالي، هو نفس الاداء السيء جدا جدا بل اسوا كمان في دوري ابطال اوروبا. يكفي ان اقول لحضرتك ان الاول مره في تاريخ مشاركات اليوفنتوس يخسر اول ماتشين في دوري المجموعات، عمرها ما حصلت قبل كده في طوال تاريخه. دي طبعا كارثه بالنسبه لفريق زي اليوفنتوس، فريق بطل معاها الفرق اللي معاه مع احترام طبعا لباريس سان جيرمان وبنفيكا، هو اللي خد دوري ابطال اوروبا عنهم، سيبك من الفريق الرابع ده مالناش دعوه بيه، لكن هو اللي خد البطوله مش هم، انت البطل. لكن انت بتخسر على ارضك قدام بنفيكا، وبعدين بتعمل عليك رومونتادا، الجمهور كان عنده صفرات السهجان طبعا، كلهم عندهم حق واللعيبه حسنا فعلوا ان هم وقفوا لهم. اللي مستغرب له اكتر ماتسيميليانو أليجر اللي هو المدير الفني، اللي هو قال لك لا انا ما لسه يعني لسه بصمتي ما ظهرتش، القادم افضل، مستبعد الاستقاله، مستبعد الاقاله. انت يعني ده اذا كنا احنا بنتفاجئ مثلا من اقاله توخيل في تشيلسي السريعه جدا، فكان ده لو نفس الاداره بتاعت تشيلسي كانت في اليوفنتوس كانت قال قبل المباراه اصلا. صحيح. لكن اداء سيء جدا، اليوفنتوس رايح مش جاي، واضح ان هو عنده مشاكل كتيره. ما اعتقدش يعني كان حتى عامل له كاريكاتير كده الفرق الاوروبا ليج بيقولوا له اهلا بيك في ليالي الخميس بقى خلاص، يعني انت قريب بعد انتهاء دور المجموعات انت معانا ان شاء الله مكمل. طبعا حضرتك عارف الثالث بينزل الاوروبا ليج، فهو لا ما واضح كده ان هو ما فيش امل حتى مع في اليوفنتوس، مع طبعا مع اعتبار ان هو ممكن يفوز في المباراتين الجولتين الثالثه والرابعه لانه قدام طبعا الفريق الاضعف اللي مش عايزين نقول اسمه في المجموعه، لكن واضح ان هو هيعاني قدام بنفيكا وهيعاني طبعا ثاني قدام باريس سان جيرمان. ما اعتقدش انه هيعدي يعني.